عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل نوع من انواع المعجنات، حاجة كده طرية وهشة وجميلة، وتنفع الفطار، تنفع للعشاء، تنفع معاكي برا. مكوناتنا النهاردة هنحتاج الاول للعجينة، عندي هنا 3 كوبايات دقيق، معلقة خميرة كبيرة، ربع كوباية زيت، نص كوباية حليب دافي، كوباية الا ربع مية دافية، معلقة سكر مليانة، نص معلقة ملح. دي مكونات العجينة. للحشوة اختاري بقى الحشوة اللي انت تحبيها. انا هنا عندي فلفل الوان مقطع، زيتون، بسطرمة، جبنة، حاطة هنا جبنة موتزاريلا، عليها جبنة حلوم. هحتاج كمان لتغطية الفطاير عشان يبقى شكلها حلو كده سمسم ودبس تمر. ما عندكيش دبس التمر ده استخدمي عسل اسود، تمام؟ يعني معلقتين او 3 معالق كده عسل اسود، دوبيهم في شوية مية، في ربع كوباية مية، هيديها لون وطعم حلو. دي كانت مكونات وصفتنا النهاردة. يلا بينا بقى نعمل العجينة مع بعض. هنا حضرت البولة بتاعتي، هضيف المواد السائلة اللي هي المية الدافية، الحليب الدافي، الزيت، وبعدين هضيف عليهم معلقة الخميرة ومعلقة السكر، وأقلبهم كده مع بعض. والدقيق بتاعي هضيف له الملح، هضيف عليه معلقة الملح. هنا هقلب الدقيق بتاعي مع الملح كده، وهحطه واحدة واحدة على العجينة. هخلي كده العجينة تلم مع بعض، ازود باقي الدقيق وابتدي بقى اعجن كويس. تمام، انا هفضل هنا اعجن في العجينة شوية، ولما اخلص هوريكم بقى شكلها بيبقى عامل ازاي بعد ما اخلص عجين. عندي هنا العجينة بتاعتي بعد ما عجنتها حوالي 10 دقايق كده، هسيبها بقى، هغطيها وهسيبها في مكان دافي لحد ما تخمر. عندي بقى هنا الحشوة بتاعتي، جبت الجبن، هضيف عليها الزيتون، البسطرمة، وفلفل الألوان، وهقلب كله كده مع بعض. طبعا انتي بقى الحشوات دي بتاعتك، يعني حبة لحمة مفرومة، حبة جبن بس سادة، حبة اي حشوة تانية، سبانخ مثلا، اللي يريحك بقى. الحشوة دي العبي فيها براحتك، انا بديكي افكار وانتي نفذي اللي انتي عاوزاه. كده جهزت الحشوة بتاعتي، هشوف بقى العجينة. انا عندي هنا كده العجينة بتاعتي خمرت بالشكل ده اهي، تمام. خدها بقى، بسم الله، وهقطعها. تمام كده قطعتها، هاخد بقى كل قطعة واعملها كورة كده. هعمل بقى انا العجين بتاعي كله كور بالمنظر ده، واوريكم بقى هنشتغل مع بعض فيها ازاي. عندي العجينة هنا بتاعتي اهي، بعد ما كورتها بالشكل ده هاخد بقى واحدة واحدة كده. بصوا هي كمان بعد ما كورت حجمها كمان زاد. عندي هنا رشيت رش الدقيق، هاخد بقى كورة من العجين اللي احنا عملناه كده، اجهزها جنبي. جهزت جنبي كمان الدبس، الحشوة اتفقنا عليها اللي هي حشوة الجبن، الجبنة والفلفل والبسطرمة، وكمان السمسم. تمام، عندي هنا سكينة، هوريكم خطوة خطوة. الاول
هاخد هنا العجينة بتاعتي هعملها كده شكل طولي كده، تمام. هقسم كده بالسكينة من النص، هعمل بس علامة بالسكينة كده، وبعدين بصبعي كده هتكة عليها لتحت تديني الشكل ده، تمام. هاخد بقى العجينة عندي كده انزلها في ايه، في الدبس بالشكل ده، ابلها كده واطلعها من الدبس انزلها في السمسم كده. خلاص نزلتها كده في السمسم بالشكل ده، هتك عليها تاني كده واحط الحشوة. وده شكلها. بالشكل ده هكمل بقى انا الباقي واوريكم شكله قبل ما ندخله الفرن هيبقى عامل ازاي. ده شكل المعجنات بتاعتي قبل ما ادخلها الفرن، تمام. انا هنا مولعة الفرن عندي على درجة حرارة 180، هدخلها من تحت على صاجة الفرن من تحت حوالي 10 دقايق او اقل، تمام. وبعد كده هحطها فوق الشواية يدوب لون بسيط كده، هطلعها بقى واوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. ادي شكل المعجنات بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، يعني هي بتتكلم عن نفسها، مش محتاجة ان انا اتكلم ولا اقول عنها اي حاجة. مستنية ارائكم فيها، ومستنية كمان انكم تجربوا الوصفة بتاعتي، واشوفكم في يوم جديد وفي حلقة جديدة من يوميات بنت حميدو. وما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب. في رعاية الله.